Sorry, طلبان طلبان كنبخ عليكم مرحبا بك بي اس 1 شارلي. هما غنمشيو عند السيدي المشاريع ديالهم خصوصا البنات حيت هما اكثر نسبه كنسمع انهم كيامنوا بهذا الشيء ديال رشلين رشلك وهذا دير ليا. دونك غنمشي عندهم غنضرب لهم رشيشه شنو غاتكون رده الفعل ديالهم هذا الشيء غنعرفو. خليكم مع الفيديو كي ديما اتدوى. اخويا شنو كدير هادشي؟ كنبخ عليكم بالله ماشي طراجين كنبخ على المحل. عييت لمولات المحل واش تحمق شكون صيفطك؟ نعيمة نقول لك اش اختياج نقول لك شكون صيفطني ولكن عطيني مفتوح باقا ما جبت البوليس كيما دورت معايا دوري معايا انت باقا ما جبت البوليس ويلي المحل عندك ناقص شكون مصيفط يا ولد؟ الزاري اللي مصيفطني عليه ذلك الزاري يا ولد ما اختي شوفي شنو هادشي هذا اه انا ما زعيتي شكون صيفطك شكون صيفطك غير دوبي عطيني مفتوح ونقول شكون صيفطك اخويا سير خويا جيب لك البوليس نايم واش يجيب لك انا غنجيب لك جوادي دابا شي واحد اللي تيامن بهذا الشيء هذا فهاد لا دابا انا رشيت المحل فهمتي كنبخ على المحل شكون صيفطك شكون صيفطك تيبغينا الجويه صلابه لا شكون صيفطك وكان واش امراه شي راجل على زعما شنو هاد الشيء هذا سمارو جمارو ما قدرتش نقول سميتو دابا بالك هاد المحل هذا سير خويا قبل نعيط لك البوليس سير السيده مقابله خدمتها وانت يا جيت هذا اخويا بخ عليك بخ عليك بخ عليكم هادشي اللي تدير تخربيق ما بقاش هادشي نعم هادشي راه ما بقاش هادشي اللي تدير تخربيق كيفاش ما بقاش ما بقاش هادشي يا حكرتي دابا خدمتي انا ها انت غتشوفي الصباح شنو يوقع شوف اللي تيخدم راه تيوصل اللي ما تيخدمش يبقى غير تيرش نعم اخو نعم اخو تجيبني الكليان ولا كيفاش؟ تنجيب الكليان انت ولكن كنجيب الكليان ديالي انا ديالك ولا بقدر ديال الله سبحانه وتعالى بغيت نعرف واش بغيت نعرف رايك على هذا الشيء هذا واش فيه تعرضتي ليه فيه لا لا والله ما عمري تعرضت ليه ما عمرك وقع لك ولا شكون ما سوقاش لي ما عمرش راسك فيه بزاف لا لا والله الا عمر ما وقع لي انا تنقول دابا في هذه الوقيته هذه ما بقاش شي حد مسالي يدير شي حد جمله عجبتني وحده هي قالت لك اللي خدم يلقى تبارك الله عليك والله سمح لي اختي كانت تعيط للسيده كاع البوليس انا عيطت للبوليس من غير ما نخدم سمح لي صافي انا كنت عيطت للجواد ديالي ولكن ما خدامش في هذا الشيء سمح لنا انتم شفتوا شنو كاين كاين اللي مزوق كاين اللي ما مزوقش كاع وضرب الدنيا بالكله المهم بالسلامه نتلاقاو في الفيديو الجاي ما قبل خليكم مع سبونسر ديال الفيديو وان اكس بيت اللي من بعد ما كتسجل فيه بهذه الطريقه وبهذا الكود برومو كتزادك في حساب 1300 درهم من بعد اول ديبوزيت ليا والكود برومو تلقاو في اول كومنتار وضربوا معكم شي رشيشه بغيت نقول جيم جيم